السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد كناكري أومد وأنا الآن موجود في برلين ألمانيا لتغطية جناح سامسونج في معرض IFA 2023. راح نشوف مع بعض كمية هائلة من المنتجات مقسمة على أجنحة، راح نمشي عليهم جناح جناح. بعض هاي المنتجات جديد وبعضها أصلا موجود، فيلا مع بعض. راح نبدأ أول إشي بالجناح اللي وراي اللي هو الجيمينج هاب أو منطقة الألعاب. شوفوا اليوم سامسونج حكوا كثير عن الجيمينج هاب او منطقه الالعاب الموجوده بالتلفزيونات تبعتهم، سواء كانت كلاود جيمينج زي اكس بوكس، لونا، جي فورس ناو، زائد منطقه اركيد جديده اللي انا حاب اشوفها صراحه اكثر من الكلاود سيرفيسز الثانيه. في كميه هائله من العاب الاركيد زي سبيس انفيدرز، في فوق غير بلاي ناو منطقه للتورنمنتس اتشيفمنتس والمسجز طبعا لانه هاب. نجرب سبيس انفيدرز بالله، والله رسميه لانها من تايتو وسموث، بعدين برفعين الاف بي اس تبعها جيد 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 جيد. بدها شويه تعويض على الفريمات الاعلى. خلينا نبلش فورزا هورايزن، شوف شو وضعها. سرعه الاستجابه لطيفه بس بتحس انه زي كانك تحضر موفي ستريم، في تغبيش بالجرافيكس، اشي متوقع طبعا. يلا نبلش. لا احترم اي جيم ما تقدر تعمل سكيب للكاتسين. شوفوا اللعبه ريسبونسيف، يعني بتتحكم فيها، الكبسه اللي بتكبسها على طول بتستجيب الجيم. زي ما حكيت الريزولوشن بتحس في اشي هيك بيكسليتد، اشي بيعمل قاعد بفرنج او ستريمينج، بس بشكل عام لا واضحه لطيفه. يعني لتجربه جيم تريبل اي على تلفزيون بدون كونسول بدون بي سي لطيفه. انسوا انا وضعي بالالعاب السيارات سيء، يعني لا جميله. في شويه اشياء زي ما حكيت، يعني اشياء اليوزر انترفيس لانها مش كثير بتتغير واضحه، الصوره بتروح وبتيجي يعني، او الشيء اللي بحكي عنه الغباش بروح وبيجي، بس بشكل عام لا تجربه ممتازه لطيفه. طيب لعبنا وخلصنا، خلينا نفوت على الجيمينج هاب بالتفصيل. اول شيء في ماب او خريطه، شعارهم نو بي سي نو كونسول، في العاب ريسينج شوتينج، اشياء على بيج سكرين تي فيز. هاي المنطقه اللي جربنا عليها احنا، انا جربت على نيو كيولد 8K 65 انش، وهون عندنا الاوديسي نيو جي 7 43 انش. هاي المنطقه فيها تي فيز مع ساوند بار، كلهم كيولد المنطقه هاي باحجام كبيره نسبيا. هون ايضا نيو كيولد، وهاي المنطقه عندنا شاشه الاوديسي اولد جي 9 اللي حاليا قيد المعاينه. انا كثير عجبتني شغله الفريم السيلفر تبع الشاشه، هي ايضا موجوده هون. وهون في عندنا الاوديسي ارك اللي زي ما حكيت بنعرفها، عايناها. هون وضعها العمودي، هون بالافقي، الريفرش ريت تبعها مغير عشان هيك في فليكر على الكاميرا. هذا الحيط حاطين فيه دعايه للجيمنج هاب نو بي سي نو كونسولز، كل الناس قاعده بتعمل مقابلاتها هون، فمش راح نعرف نصور زي الناس. وطبعا لما يكون في شاشه اوديسي جي 9 لازم يكون في شيء اميرسيف، عشان هيك كثير هي مناسبه للسيميليترز للريسينج بالذات، لانه ال 1000 ار تبع الشاشه كثير انحناءاته كبيره مقارنه مع 1800. هاي المنطقه عندنا ذا فري ستايل البروجيكتور تبع سامسونج، كثير عاملين الثيم تبعه انه كامبين، انك تمسك البروجيكتور تطلع فيه بتحضر كونتنت على اي شاشه بيضاء. حينزل منه الجيل الثاني، احنا ما عيننا الجيل الاول ولكن بانتظار ان شاء الله نعين الجيل الثاني. هيك خلصنا الجيمنج هاب، نروح على المنطقه اللي بعدها. وهون بالنص عندنا منطقة جالكسي، أي إشي له علاقة بأجهزة سامسونج المتنقلة أو المحمولة زي التاب S9 الجديد، شفناه بحدث أمباكت ولكن لغاية الآن ما عينا أي من تابات سامسونج، إن شاء الله قادم على الطريق. هون في عندنا الجالكسي Z Fold 5 اللي حاليا قيد المعاينة، كل الستوريز اللي شايفينها بهذا الإيفنت هي عليه، بس زي ما بتعرفوا إحنا بنركز بشكل أكبر على الأداء بالمعاينات. هون في عندنا إشي لطيف، طريقة تصنيع سامسونج للفولد والفليب، الفليكس هنج فصاله ديورابيليتي تبعتها، هذا التست كم مره بنفتح وبتسكر، المنطقه المخفيه مطلعين لها بشاشه هاي المنتجات، زائد الايكو باكجينج صديق للبيئه، وبعدين بيطلع المنتج النهائي. لطيفه هاي المنطقه. هون استخدام التاب للكرياتيفيتي صناعه المحتوى، شراكات سامسونج المختلفه، فمثلا بتقدر تستخدم التاب كديجيتال سكرين اللي بترسمه مع القلم بيطلع عندك على الشاشه. هاي منطقه جيمنج ولكن مختلفه شوي، هي بلاي جالكسي، يعني بتستخدم التاب عشان تعرضه على التلفزيون او تستخدم التليفون تحطه مع اكسسوري او ملحق للعب زي هذا مثلا كمان، اكيد مش زي تجربه اللعب الاصليه ولكن بتعطيك خيارات كثير. نفس الشيء بانتاج المحتوى هون. هون في عندنا الزي فليب الجديد اللي ايضا قيد المعاينه، اول مره بنعاين فليب احنا على القناه، دائما بنروح للفولد ولكن الان ان شاء الله رح نعاين الفليب. نفس الشيء للجالكسي واتش 6، اول مره ان شاء الله رح نعاين ساعه من ساعات سامسونج الجديده، حاليا بعاين نسخه ال 44 ملم، وسامسونج غالبين حالهم كثير بهذا الشيء اللطيف صراحه. مليون
تليفون تليفون فليب محطوطين على هاي المنطقه، شعارهم جوين ذا فليب سايد. الفليكس كام كاميرا الفليب تقدر تغير زاويتها زي ما بدك عشان تصور من اي زاويه طرق مختلفه. زائد الهيلث والويلنس صحه، تعرفوا في سامسونج هيلث اللي مرتبط بشكل اساسي بالساعه اللي بشكل رئيسي موجود على التليفون بس تقدر تستخدمه مع اجهزه سامسونج الثانيه. نيجي لشيء ثاني مهم لنا وهو منطقه التلفزيونات وبالذات النيو كيولد 8K. هذا تلفزيون ال 85 انش، لغايه الان ما عملنا 8K على القناه، في 4K في اولد قاعد بتعاين بس 8K لغايه الان ما عيناه كتلفزيون. جربناه اذا بتتذكروا مع اطلاق 3090 بس ما جربناه كتلفزيون كتلفزيون، وهذا هو الاولد الجديد حاليا نسخه ال 65 وليس ال 77 بتعاين. لاحظوا حتى تصوير الاولد كيف انتم شايفين التلفزيون على الشاشه بفرق على الكاميرا عن التلفزيونات الثانيه. هاي السكشن كلها للاولد، لاحظوا الديب بلاكس ما في داعي نضل نشرح لانه الاسود وفعليا بيكسل مطفيه. هنا عندنا كيو ال اي دي او كيو ليد نفس الشيء، هنا نيو كيو ليد التقنيه الاحدث اللي جربناها ايضا، وهنا نيو كيو ليد 8K. هذا التلفزيون هو مايكرو ال اي دي، احجامه تبلش من 76 لغايه 140 انش مايكرو ال اي دي اللي هو اقرب تكنولوجي ممكن تكون على الاولد بدون البرن ان. واللي بيميز هذا التلفزيون تقدر تتحكم بالريشيو اللي بدك اياها والاحجام اللي بدك اياها داخل هاي البانل، ومع صوت على فكره منافس سموه ارينا ساوند، يعني انا سامعه حاليا وانا بصور. وهي احجامه المختلفه زي ما حكيت، اصغر حجمه هو 76، وعلى فكره بالتصوير على الكاميرا انتم رح تلاحظوا انه مش كثير بيفرق عن الاولد، اكيد الاولد غير على التصوير بس منافس جدا. هذا الجدار بيحكي بشكل اساسي عن نيو كيولد 8K باحجامه المختلفه، والسمارت هاب اللي فيه سامسونج تي في بلس اللي شفناها بالستوريز، اللي فيكم شاف الستوريز على انستغرام. مش الكل بفضل نظام تايزن، انا شخصيا بفضل الاندرويد تي في ولكن قاعد بتحسن شيئا فشيئا، بس بده كمان شغل. وهي منطقة الساوند بار، استعدوا لصوت. قاعد بورجينا الصوت من وين طالع، من اي سماعة. لطيف. هون عندنا ذا بريمير ليزر بروجيكتور، ما جربناه ولكن صديقنا صلاح حامد بقناة اندرويد باشا جربه، شوفوا الفيديو جدا جدا لطيف. وهون في عندنا ذا فري ستايل الجيل الثاني، لاحظوا حاطين ثلاثة بروجيكتورز، اثنين منهم بزاوية بعرض لغاية 100 انش الواحد فيهم، تقدر تدمج اثنين عشان يعرضوا لغايه 160 انش، كبر الشاشه، مش اوضح شيء بالعالم من ناحيه سطوع ولكن يفي بالغرض، بعرض لغايه 30 انش مع ضوء النهار، 70 انش بالاضاءه النص نص، و100 انش بدون اضاءه. هون في عندنا السمارت مونيتور ام 9 والفيوفينيتي اس 9 الاجدد منه، شاشات للبرودكتيفيتي، بدنا نجربها عشان نقرر شو وضعها، هي فيها سمارت تي في، فيها بي سي اكسبيرينس والسلم ديزاين تبعها. الاس 9 تيجي 5K resolution، مات ديسبلاي ما بتعكس، وسمارت كاليبريشن. موجهينا بشكل اساسي لانتاج المحتوى. هون عندنا تلفزيون ذا تيرس اللي موجه بشكل اساسي للاوت دورز، يعني تلفزيون بتحطه برا، صورته جدا ساطعه وبتحمل تغيرات الطقس، ومعه تيرس ساوند بار عشان الصوت يوصل، او ممكن تستعمل الساوند تاور تبع سامسونج برج الصوت لزياده الصوت. وهون طبعا عندنا ذا فريم، تلفزيون سامسونج ما جربناه ولكن مبدأه بسيط، تلفزيون باطار زي اللوحات الفنيه على اساس تحلل المنظر. وهون في ذا سيرف اللي هو مع فريم زائد ارجل، هيك بعطي ستيتمنت بالبيت مع ديزاين. كثير بحب انا التوجه لانه انا خلفيتي معماريه وتصميم داخلي، فبحب انه القطعه الالكترونيه بالذات الجيمنج مش بس اللايف ستايل تعطي تصاميم الطف ومتنوعه اكثر للبيوت والمكاتب. وهون سامسونج مستعرضين تقنيتهم، المعالج تبعهم اللي هو نيورال كوانتوم بروسيسور اللي بيجي على تلفزيوناتهم، بيعمل اكثر من شيء بشكل اساسي، ممكن يعمل اي اي اب سكيلينج لغايه 8K لمحتوى مش 8K، بيحسن من وضوح الصوره للاشياء اللي فيها مشاكل. هون في عندنا منطقة بيسبوك، كل المنتجات بتعتمد على الاي اي والذكاء الاصطناعي المنزلي، عندنا ثلاجات، غسالات ونشافات، مكانس ذكية سواء لحالها ولا مع استخدامنا، افران او طباخات زائد مكيفات. هاي المنطقة اللي حاطين فيها ديسبلاي لكل المنتجات تقريبا مع بعض باحجامها واشكالها المختلفة، الثلاجات مع شاشة تقدر تستعملوا سمارت هوم عليها، ابس مع نوتيفيكيشنز اضافة لاستعمالها الاساسي كثلاجة. وانا بنشوف الثلاجات باحجام اشكال مختلفة مليون شيء. الحلو بيسبوك تقدر تغيرها من بابين، ثلاث ابواب، اربع ابواب، تغير كل سكشن شو بتشتغل، اضافه للالوان والاشكال تبعتها. هاي الثلاثيه، الجهه اليمين ما لها هاندل، الجهه الشمال لها هاندل، اضافه طبعا للثلاجات العاديه باشكالها واحجامها المختلفه، ثلاجات البلت ان، مش حاب منظر الثلاجه يبين، تقدر تشتغلها مع خزائن المطبخ نفسه. طبعا الموضوع بتضمن اشياء ثانيه زي الطباخات اللي ايضا ذكيه، الجلايات ممكن تكون ايضا بلت ان او بشكلها الاساسي. هون عندنا سلسله الافران الجديده بتقنياتها المختلفه، منها البخار والاي اي برو كوكينج، بيشتغل كاير فراير ايضا عشان تخفف عدد الاجهزه الموجوده بالمطبخ، زائد الستيم او البخار زي ما حكينا،
في منهم ايضا بسلسله بيسبوك زي ما حكينا باشكال والوان مختلفه. نيجي للغسالات ايضا بلغه وتصاميم بيسبوك تدعم اي اي اكيد. الاشي اللطيف انه الاي اي بيعمل تراك لخمس اشياء او سنس لخمس اشياء، شو نوع القماش، وزنه، مستوى الاتساخ تبعه، كميه المي وسائل مسحوق الغسيل، وعلى اساسه بيحدد مده الغسيل وكميه الطاقه المصروفه حتى كميه المي. وطبعا الاي اي ايكو بابل، تقنيه الايكو بابل موجوده زمان من سامسونج، فهذا الحكي مفروض يوفر لغايه 40% بالطاقه على كلامه. وهون بورجونا الالوان المختلفه لمنتجات بيسبوك، كيف تقدر تعملها كاستمايزيشن من الموقع او الماركت شوب عفوا، تختار اللون اللي بدك اياه، بتعمل كومبوز 10 الوان 4 مواد، تقدر تغير الكومبينيشنز ويطلع معك اشياء مختلفه كثير عن اي حدا تاني. هاي منطقه البيسبوك جت اي اي اللي هي مكانس ذكيه بتستخدم الذكاء الاصطناعي باشكال مختلفه، هذا هو الشكل الاساسي تبعها. في منها عده اصدارات، منها مكنسه ذكيه بالشكل التقليدي، اشكال والوان مختلفه، طبعا فراشه مختلفه. ما وصلنا لهذا المستوى بالسمارت هومز او الحلول المنازل الذكيه، ولكن اذا بتحبوا شوفوا اشياء زي هيك حطونا بالتعليقات. فيها جت اي اي اوبجكت ريكوجنيشن اند 3 دي سنسر، حساس بتعرف الذكاء الاصطناعي على انواع الاجسام، بيقولوا انه قوه شفطها كبيره جدا وبتفضي لحالها طبعا بنسبه 99.99999%. هذه بنحكي عن هاي المكنسه الذكيه احنا. اما هاي اللي عن جد تصميمها جميل، بتكنس لغايه 60 دقيقه بشحنه واحده، اوتو امتي مع شحن، معها اول ان وان ستيشن، وقوه الشفطه بتاعتها 220 واط. زي ما حكيت هي نوع جديد من انواع المكانس، لانه اعتقد الكل حس انه المكانس الذكيه الصغيره ما بتوفي كثير، ما بتنفع تنظف لحالها كل شيء، فهذا الجيل الجديد من المكانس اللي ممكن الواحد يستعملها بايده. بعد ما شفنا المنتجات المختلفه خلينا نفوت على منطقه سمارت ثينجز اللي هي كبيره نسبيا، ما فيها منتجات مخصصه ولكن تحكي عن تطبيقات الاجهزه تبعت سامسونج شو بتقدر تعمل فيها، زي سامسونج فود التطبيق الجديد اللي بده يتطور وينربط مع سامسونج هيلث، اللي راح يبلش بانك تشوف وصفات اكل وتعملها شير والناس تساعدك باكلك، تربطه مع سامسونج هيلث وتتطور لاشياء ثانيه مستقبلا. ومتاملين انه شيء اسمه فود اي اي لما تصور وجبتك او طعامك يشوف قديش فوائدها وشو المواد الموجوده جميل. فيها تطبق هاي الاشياء طبعا مع الهب والافن كوكرز والثلاجات، الاير بيوريفاير او منقي الهواء، ذا فريم، المكنسه، سامسونج هيلث. يعني هاي المناطق هي تطبيقات لمنتجات سامسونج زي ما حكيت. نفس الشيء منطقه الانترتينمنت سواء كانت صوتيات جيمنج اللي بهمنا كثير احنا، او السينك مع منتجات السمارت الثانيه زي الاضاءه. وطبعا اهم شيء بسمارت ثينجز هو انك تتحكم بكل شيء موجود ببيتك، سواء كان جرس، كاميرا، اضاءه، صوتيات، غير المنتجات اللي اصلا موجوده من سامسونج. هذا الحكي شفناه بغرفه الالعاب الذكيه، ان شاء الله راح نشوفه فيديوهات جايه بالقناه كثير. واحده من اهم الاشياء ايضا حمايه البيت، تعمل اي اي مود، سافرت لك اسبوع تصير الاضاءه تشتغل لحالها، التلفزيون يشتغل لحاله بشكل عشوائي عشان حراميا ينعجبوا. واخر شيء بدنا نشوفه اللي هو السستينابيلتي او الاستدامه، اللي تترجم لكيف تخفف من استهلاك الطاقه تبعك. الان ما بدي اقول انسوا الزيرو ايميشن، الاشياء اللي بتعملها الشركات عشان ما تلوث البيئه، في ناس ما بتهتم بهاي الاشياء، ولكن هاي الناس اللي ما بتهتم بهاي الاشياء عاده تهتم بفاتوره الكهرباء تبعتها، صرف المي تبعها. هون في كل الابلكيشنز بتعملها سامسونج من الباكجينج اللي زي ما بتشوفوا دائما بكون كراتين بدون الوان، بس بجوز لون او لونين، ما بصرف اشياء كثير بالباكجينج. في منها اشياء يمكن اعاده تدويرها لالعاب او رفوف، المواد المستخدمه بالمنتجات نفسها. عجبني هذا الديسبلاي اللطيف، كل فتره بتغير ريترو، يلا تغير. ممكن هذا الموضوع ما يكون مهم لكثير ناس، ولكنه صراحة مهم للكوكب بشكل عام، وبرجع علينا بشكل خاص بعدين إذا ما حسينا فيه الآن. بالنهاية شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. إذا عجبكم اعملوا لايك أو إعجاب، لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم أي فيديوهات جديدة منا. إذا عندكم أسئلة، ملاحظات أو اقتراحات حطوها بالتعليقات، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. تحية كبيرة جدا من داركم، مني أنا ماد، سلام.